السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نحاول أن نحيط به بموضوع من مواضيع القراءة. إذا اليوم سوف نتعرف على موضوع من مواضيع المستوى الأول، البيئة والطبيعة، الوحدة الخامسة، الأسبوع الثاني، مكون القراءة. إذا الحرف الذي سوف نتعامل معه اليوم هو حرف الواو. إذن الحصة الثانية. إذن على بركة الله نبدأ بدرسنا اليوم. إذن أول شيء دائما نبدأ به طبعا هو قراءة الكلمات البصرية. الكلمات البصرية لليوم هي اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، رجب، ذلك، تلك. إذن أتمنى أن تكونوا قد أعدتم معي قراءة الكلمات، رددتموها من ورائي، أعيدها من جديد: اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، رجب، ذلك، تلك. إذا بعد ذلك سوف نتعرف على وضعية الانطلاق التي سنبدأ بها. طبعا وضعية الانطلاق دائما نبدأ بقراءة نشيد الحرف. إذا نشيد حرف الواو هو أنا الواو، أنا الواو، في الصف والوفاء، تجدني في الوادي وتجدني في الدواء. أعيد من جديد: أنا الواو، أنا الواو، في الصفو والوفاء، تجدني في الوادي وتجدني في الدواء. نعم، إذا الآن سوف نبدأ بالتالي. إذا شاهدوا معي الصور التالية واستمعوا جيدا إلى أسمائها. طبعا إذا أول صورة تحمل اسم ولد، قوس قزح، وطواط، أرجواني، ثور، ورود، طويل، طاووس. إذن أعيد الكلمات من جديد: ولد، قوس قزح، وطواط، أرجواني، ثور، ورود، طويل، طاووس. إذن في مرحلة الوعي الصوتي، إذا أول شيء سوف نتعرف عليه هو التفيي، يعني نتعرف على الأماكن التي توجد فيها الواو ونكتشف في نفس الوقت مقطع الواو المختلف. إذا استمعوا إلى الكلمات التالية واكتشفوا مقطع الواو المختلف. إذا وردة، وقف، والد. وردة، وقف، والد. إذن ما هو مقطع الواو المختلف؟ إذن مقطع الواو المختلف، هيا فكروا معي جيدا في الكلمات التي قرأناها. إذن الكلمة التي تحتوي على مقطع الواو المختلف هي كلمة والد. إذن المقطع هو وا. إذن لماذا وا مختلف عن الحروف الأخرى الموجودة في الكلمات الأخرى؟ لأنه يضم الواو بالإضافة إلى المد بالألف. صحيح، إذن فيه واو مع مد بالألف. نمر إلى المجموعة الثانية ونكتشف من جديد مقطع الواو المختلف. ورود،
يروون وعولا. إذن من جديد نبحث عن مقطع الواو المختلف بين هذه الكلمات. ما هو مقطع الواو المختلف؟ إذن مقطع الواو المختلف هيا فكروا، موجود في كلمة يروون، صحيح يروون. لماذا؟ لأنه يحتوي على وو. لماذا وو مختلف عن الواو في الكلمة الأخرى؟ لأنه يضم مد بالواو، يضم الواو زائد مد بالواو، صحيح. المجموعة الثالثة نكتشف من جديد مقطع الواو المختلف. إذن كلمة وثاب، وجار، طويل. وثاب، وجار، طويل. إذن نفس السؤال من جديد، ما هو مقطع الواو المختلف؟ إذن مقطع الواو المختلف هو موجود في كلمة طويل، صحيح. لماذا؟ لأن فيه المقطع وي، ووي يضم الواو بالإضافة إلى مد بالياء، صحيح. إذن كما قلت دائما نتابع مع مواضيعنا المتعلقة بالوعي الصوتي. إذن الآن ننتقل إلى فقرة العزل. إذن نقوم بعزل الكلمات التي تحتوي على الصوت و أو على الواو. هذا دلو، دلو، ون. إذن الون هذه هي الكلمات أو هذا هو المقطع الذي يحتوي على الصوت و. أحمل دلوا، دلوا، ون. ألعب بدلو، بدلو، ون. إذا قمنا بعزل المقطع الذي يحتوي على الواو الذي هو ون، ون، وين. إذن هذا هو المقطع المتعلق بالواو في كل من هذه الجمل. نتابع دائما مع العزل. إذا نردد الآن المقاطع التالية: و، و، وي، و، وو، وي، وي، ون، ون، وين، ون، ون. إذن كما ترون هذه المقاطع تحتوي على الواو مع الحركات الطويلة، وكذلك الواو مقرونا بحركات التنوين. نتابع إذن دائما مع مواضيع العزل. إذن الآن سوف نقوم بترديد كلمات تحتوي دائما على الواو مع الحركات الطويلة وأيضا مع حركات التلوين. أول كلمة: والدة. يهوون. تلوين. موائد. دلوي. سهوا. شدو. راون. إذن انهينا المواضيع العزل. الآن سوف نمر إلى فقرة التعويض، الحذف والإضافة. إذن في هذه الفقرة سنقوم إما بتعويض حرف الواو أو بحذف حرف الواو أو كذلك بإضافة حرف الواو. إذن هيا لننجز سويا ما يلي. إذن أول موضوع طبعا هو موضوع التعويض، بحيث نقوم بتعويض حرف الواو في الكلمات التالية. إذن أول كلمة سنعوض فيها حرف الواو هي كلمة سهو. إذن طبعا نعوض الواو بمعنى نغير حرف الواو ونضع بدله حروفا أخرى. إذن في الكلمة الأولى مثلا وضعنا سهم، وضعنا الميم،
ثم في الكلمة الثانية وضعنا اللام فحصلنا على سهل. في الكلمة الثالثة وضعنا الباء فحصلنا على سهب. إذن طبعا يمكنكم أنتم أن تبحثوا عن كلمات أخرى أعزائي وتحصلوا على معاني أخرى. إذن الكلمة الثانية التي سنعوض فيها حرف الواو هي كلمات وليمة، نعوضها فنحصل على حليمة أو على سليمة. في الكلمة التي بعدها لدينا تلوين، نعوضها مثلا بالقاف والياء فنحصل على تلقين، أو بالحاء فنحصل على تلحين، طبعا مقرون بمد بالياء كما هو في الكلمة تلوين. نواصل. إذا الآن ألوان، نعوض و في كلمة ألوان بحروف أخرى فنحصل على مثلا في الكلمة الأولى ألحان، عوضناه بحرف الحاء. في الكلمة الثانية لدينا ألبان فحصلنا، يعني عوضناه بالباء فحصلنا على ألبان. طبعا أعزائي هذه ليست الكلمات الوحيدة التي يمكنكم أن تحصلوا عليها، يمكنكم الاجتهاد والبحث عن كلمات أخرى بتعويض الواو والحصول على كلمات جديدة. إذن آخر كلمة معنا التي سنقوم فيها بتعويض الواو هي كلمة وسوسة. إذن عوضناها مثلا بالعين فحصلنا على عسعسة. إذن كما قلت هذه ليست الكلمات الوحيدة التي يمكنكم الحصول عليها بالتعويض، ولكن أعطيناكم فقط أمثلة، وأنتم طبعا أعزائي يمكنكم كما قلت الاجتهاد والحصول على كلمات أخرى. إذن ننتقل الآن إلى فقرة الحذف. هذه المرة نقوم بحذف الواو. مثلا في الكلمة الأولى عندنا وجار، نحذف الواو. ما معنى الحذف؟ يعني الإزالة، نزيل الواو. نزيل الواو فنحصل على جار. في الكلمة الثانية لدينا وسادة، أزلنا الواو فحصلنا على سادة. في الكلمة الثالثة لدينا توليد، نزيل الواو فنحصل على تليد. طبعا يمكنكم القيام بنفس الطريقة مع كلمات أخرى تحتوي على الواو، يعني تزيلون الواو وتكتشفون الكلمة الجديدة التي يمكنكم الحصول عليها. نتابع هذه المرة مع الإضافة. إذا لدينا كلمات لا تحتوي على الواو نضيف لها حرف الواو فنحصل على كلمات جديدة. مثلا لدينا باء، نضيف الواو فنحصل على وباء. الكلمة الثانية سائد، نضيف الواو فنحصل على وسائد. الكلمة التي بعدها جود، نضيف الواو فنحصل على وجود. رائع. إذن كما قلت تلك الكلمات ليست هي الكلمات الوحيدة التي يمكنكم أن تفعلوا فيها عملية التعويض أو الحذف أو الإضافة، يمكنكم تجربة الأمر مع عدة كلمات أخرى. إذن الفقرة الموالية سوف نقوم فيها أو تقومون فيها أعزائي برصد القافية. ما معنى رصد القافية؟ يعني تكتشفون القافية المشتركة بين هذه الكلمات أو الحرف المشترك بين هذه الكلمات. استمعوا إليها جيدا ثم اكتشفوا هذه القافية. دلو، بهو، سهو، شدو، بدو، صحو، حدو، جرو، نحو، هجو، سطو، غزو، إلى آخره. طبعا هناك كثير من كلمات أخرى تنتهي بنفس هذه القافية. إذن
السؤال هو ما هي القافية المشتركة بين هذه الكلمات؟ إذن هل حذرتم القافية المشتركة بين هذه الكلمات؟ إذن هيا نكتشفها جميعا. ما هي القافية؟ إذن القافية المشتركة بين هذه الكلمات هي ون. إذن هل تمكنتم من إيجاده؟ إذن هو ون أو هي ون. إذن لماذا ون؟ لأن كل الكلمات تنتهي بهذا الصوت، يعني كل الكلمات التي استمعنا إليها كلها في نهايتها يوجد هذا الصوت الذي هو ون. إذن أصدقائي الصغار، الآن سوف ننتقل إلى مواضيع التطابق الصوتي الخطي. إذن كما قلت ننتقل إلى موضوع التطابق الصوتي الخطي. إذن في هذه الفقرة سوف نقوم بالتجزيء المقطعي أولا، إذن بحيث نقوم بتجزيء الكلمات إلى مقاطع صوتية وندرجها في الجدول التالي. إذن طبعا الكلمات هي أولا واصل، التقطيع هو واصل، تجزيئها المقطعي هو واصل. إذن كما تعلمون دائما في التجزيء المقطعي نضع خطا عموديا بين كل مقطع وآخر. أما المقطع الصوتي المتضمن لو هو وا، طبعا الواو مع مد بالألف. الكلمة الثانية هي ينمون، تقطيعها ين، طبعا لأنه السكون والحرف الساكن لا يعتبر مقطعا فنجمعه مع الحرف الذي قبله، الحرف المتحرك الموجود قبله ين، ثم و لأنه فيه مد بالواو، ثم النون. بالنسبة للتجزيء المقطعي طبعا نفس الشيء، فقط نقوم بوضع خطوط عمودية بينها ين و ن. إذن هناك ثلاث مقاطع صوتية. أما بالنسبة للمقطع المتضمن الواو فهو المقطع الثاني و. الكلمة التالية هي طويل، التقطيع هو ط وي لن. ده نفس الشيء بالنسبة للتجزيء المقطعي مع وضع خطوط عمودية دائما بين كل مقطع وآخر. ثم بالنسبة للمقطع الصوتي المتضمن للواو فهو وي، ده فيه واو مع مد بالياء. الكلمة الموالية جروا، تقطيعها جر، طبعا لأن الراء ساكن فنجمعه مع الجيم متحرك، ثم ون وهو واو مع تنوين الفتح. التجزيء المقطع الخاص بالكلمة هو جر، هذا هو المقطع الأول، ثم ون المقطع الثاني. إذن الكلمة فيها مقطعين فقط. المقطع الصوتي المتضمن للواو هو ون، فيه تنوين الفتح كما قلنا. بالنسبة للكلمات الكلمة التالية جرب، تقطيعها جر، دائما السكون مع الحرف المتحرك الذي قبله، ثم ون، تجزئها المقطعي جر، هذا هو المقطع الأول. المقطع الثاني ون. المقطع الصوتي المتضمن للواو فهو ون، فيه تنوين الضم. آخر كلمة هي جر وين، تقطيعها وعن دائما نفس الشيء، سكون مع الفتح جر، ثم وين، تجزئها المقطع الأول هو جر والمقطع الثاني وين. أما بالنسبة للمقطع الصوتي المتضمن للواو فهو وين، فيه تنوين الكسر. نواصل أعزائي الصغار، الآن سنقوم بالتقطيع، تقطيع المقاطع الصوتية التي حصلنا عليها، يعني نقطع تلك المقاطع لنرى مكوناتها في الجدول الذي يوجد أمامنا. إذن الجدول هو كالتالي، طبعا المقاطع التي حصلنا عليها كما قلنا هي و و وي ون ون
وين؟ إذا بالنسبة للمقطع الأول الذي هو واو، فهو يتكون من الواو، من حرف الواو مع مد بالألف. بالنسبة لي وو يحتوي على حرف الواو مع مد بالواو، وي يحتوي على حرف الواو مع مد بالياء، ون يحتوي على الواو مع الألف والفتحتين فوق الألف، طبعا نسميه تنوين الفتح. ثم ون فيه الواو مع تنوين الضم، يعني ضمتين فوق الواو. ثم ون فيه الواو مع تنوين الكسر، أي كسرتين تحتها. نواصل أعزائي الصغار مع مواضعنا الخاصة دائما بحرف الواو. وصلنا الآن إلى فقرة الطلاقة. في هذه الفقرة أول ما نفعله هو نقرأ حصيلة المقاطع أو نضيف المقاطع التي توصلنا إليها إلى اللوحة. طبعا لدينا المقاطع الخاصة بالحصة الأولى التي هي و وي وو و وو وي. الآن بالنسبة للمقاطع الخاصة بحصة اليوم التي سنضيفها للوحتنا هي و وو وي وي وو ون وين ون ون وين ون. إذن كما ترون هذه هي حصيلة المقاطع التي قمنا بتدارسها خلال الحصتين الأولى وحصة اليوم. إذن نعيدها من جديد: و وي وو و وو وي و وو وي وي وو ون وين ون ون وين ون. نواصل ذا الآن مع مواضيع التطبيق، يعني نطبق ما تعلمناه في الأنشطة التالية. إذن أول شيء يعني نقوم بنشاط الحرف المتحرك، إذن بحيث أننا نقوم بوضع حرف الواو أو صوت واو أمام هذه الحركات الموجودة هنا، سواء حركات المد أو حركات التنوين. إذن الواو مع مد الألف يعطينا وا، الواو مع مد الواو يعطينا وو، الواو مع مد الياء يعطينا وي، وأيضا وي، الواو مع تنوين الضم يعطينا ون، مع تنوين الكسر يعطينا وين، ومع تنوين الفتح يعطينا ون. يعيد قراءة هذه الحروف: و وو وي وي ون وين ون. نواصل مع المواضيع الخاصة بالتطبيق دائما. الآن سوف نقوم بقراءة اللوحة القرائية، اللوحة القرائية طبعا التي أدرجنا فيها كل الأشياء المتعلقة، الحروف أو المقاطع والكلمات وكذلك الجمل التي تحتوي على حرف الواو. إذن هيا نقرأ هذه اللوحة. لدينا و و وي وي وو ون وين ون ون وين ون والد سلوى يكوون عويل يهوي
شدو راو سهوا في معصم فدوى سوار رسم جواد طاووسا. نتمنى أن تكونوا قد قرأتم معي مكونات هذه اللوحة القرائية وأن تكونوا قد تعرفتم على كل مكوناتها وتمكنتم من قراءتها جميعا. إذا نواصل الآن ونصل إلى فقرة التطبيق على الألواح. إذا طبعا تأخذون معي ألواحكم أعزائي الصغار لتقوموا بكتابة بعض المقاطع الصوتية وبعض الكلمات أيضا التي تحتوي على هذه المقاطع الصوتية. إذا أول مقطع تكتبونه هو when. when إذن هيا أكتبوه. هل أنهيتموه الآن؟ هيا نكتشفه جميعا. إذن when. رائع. إذن هكذا نكتب when الواو مع تنوين الفتح. نتابع. تكتبون we. we تقومون بكتابة المقطع we. إذن هكذا كتبتموه. رائع. إذن we. نتابع. المقطع الموالي الذي تكتبونه هو وا. وا هيا اكتبوه. طبعا نكتشفه الآن. وا. إذا لدينا الواو مع الألف أي مد الألف. ثم ون. ون أنهيتموه. هيا ون نكتشفه. ون جميل. إذا لدينا الواو مع تنوين الضم. نتابع. تكتبون الآن وو. وو رائع. إذا وو نكتشفه جميعا. نعم. إذا الواو مع مد الواو. ثم أخيرا وين. وين أنهيتموه. إذا نرى جميعا كيف نكتب وين. نعم. إذا الواو مع تنوين الكسر. نتابع دائما مع الكتابة على الألواح، لكن هذه المرة تكتبون الكلمات التالية. إذن في البداية كتبتم المقاطع والآن الكلمات. إذن أول كلمة هي يكوون. 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 هيا نرى كيف تكتب كلمة يكوون. نعم. الكلمة الثانية سهوا. سهوا. رائع. سهوا. سهوا. هيا الآن نرى كيف نكتبها سهوا. نعم. الكلمة التي بعدها والد. والد. نعم. إذا نكتشفها جميعا. والد. نعم. الكلمة التي بعدها سوار. 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 نكتشفها الآن. سوار. نعم. طويل. 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 نعم. نرى جميعا كيف تكتب طويل. نعم. ثم عدو. عدو. نعم. نكتشفها الآن. عدو. جميل. داود. داود. نعم.
نرى الآن كيف نكتبها جميعا. داود، جميل. ثم آخر كلمة مسواك، مسواك. نعم، نكتشفها الآن، مسواك. رائع. إذن أتمنى أعزائي الصغار أن تكونوا قد وفقتم جميعا في كتابة هذه المقاطع والكلمات بشكل صحيح، ومن لم يوفق أتمنى له أن يعيد كتابتها مرات عديدة حتى يتقن كتابتها إن شاء الله. إذن كما ترون الآن ننتقل إلى نشاط منزلي. إذن هذا النشاط طبعا تقومون به في منازلكم على الدفاتر الخاصة بالمنزل. إذن النشاط المنزلي هو على الشكل التالي. إذن عليكم أعزائي الصغار أن تبحثوا عن كلمات تتضمن مقاطع حرف الواو مقرونا بالحركات الطويلة والتنوين. إذن ابحثوا عن كلمات فيها حرف الواو مع الحركات الطويلة والتنوين، طبعا على دفاتر المنازل كما قلت. إذن كان هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جميعا من حصة اليوم، وأن توفقوا جميعا في إنجاز التمارين وكذلك النشاط المنزلي. دمتم في رعاية الله، وإلى حصة قادمة إن شاء الله.